ماذا تعرف عن مثلث برمودا؟ تنتشر الحكايات أحيانا عن بعض الظواهر الغريبة على كوكب الأرض، فتثير الفضول لدى الناس لاستكشاف ماهية الظاهرة، ولماذا يتم تسليط الكثير من الأضواء عليها. ومن الأماكن المشهورة التي تجذب مثل هذا الاهتمام مثلث برمودا، أو ما يطلق عليه أيضا مثلث الشيطان أو مثلث الموت أو مقبرة الأشباح. وهي منطقة شهيرة لها شكل مثلث متساوي الأضلاع، مساحته نصف مليون كيلومتر مربع تقريبا. يقع هذا المثلث في غرب المحيط الأطلسي ويجاور السواحل الجنوبية الشرقية لولاية فلوريدا في أمريكا وبورتوريكو وجزر البرمودا البريطانية. أما تسميته بهذه الأسماء المختلفة والتي ترتبط بالموت والخوف والفزع، فيعود لمزاعم عن وقوع الكثير من الحوادث الغامضة والاختفاءات الغريبة لأشخاص مروا عبر هذا المكان. تتمثل أبرز هذه الحوادث باختفاء مجموعة طائرات في عام 1945 أثناء تحليقها فوق المثلث. وبعدها انتشرت الحكايات حول هذا الموقع وخطورته الشديدة المزعومة، وتوجد حوالي 50 سفينة وعشرون طائرة ادعي اختفاؤها أثناء مرورها من المثلث خلال القرن العشرين والقرن التاسع عشر. هو رقعة جغرافية افتراضية من مياه المحيط تقع قبالة سواحل قارة أمريكا الشمالية في أقصى شمال المحيط الأطلسي. وفي الحقيقة فإنه لا يوجد اتفاق فعلي على مساحة مثلث برمودا أو مكانه أو شكله، فهو مجرد إقليم وهمي وليس محددا بتضاريس جغرافية أو جيولوجية. لكن بصورة عامة، الحدود الأكثر قبول له هي عبارة عن مثلث غير واضح تقع رؤوسه عند ثلاث نقاط، وهي ولاية فلوريدا الأمريكية، جزر الأنتيل الكبرى التي هي أرخبيل استوائي أهم جزره هي كوبا، والرأس الثالث جزر برمودا، وهي أرخبيل صغير يتبع إداريا لدولة بريطانيا العظمى. تمر في الوقت الراهن آلاف السفن والطائرات عبر المثلث للتنقل بين الولايات المتحدة وجزر البحر الكاريبي، أو الانتقال عبر المحيط الأطلسي. فالمثلث يقع في منطقة حيوية للملاحة بشمال المحيط الأطلسي، ولا توجد أي حوادث مسجلة حديثا للرحلات عبره. ورغم إجراء العديد من الدراسات العلمية، لم يتم التوصل إلى وجود أسباب خاصة في منطقة مثلث برمودا تجعلها خطيرة أو مختلفة عن باقي بقاع الأرض، إلا أن العديد من النظريات غير العلمية ما زالت تحاول تفسير حوادث الاختفاء المسجلة تاريخيا في هذا المكان. فهناك حادثتين معروفتين، الأولى هي يقال لسفينة روزال الفرنسية التي اختفت سنة 1840 عندما كانت تعبر المنطقة. وعندما تم إرسال فرق الإنقاذ لم يجدوا أثرا لأي من أفراد الطقم الذين كانوا على متنها. أما السفينة فكانت سليمة وفارغة ما عدا قفص لطائر كناري وحيد في داخلها. ومن حوادث الاختفاء التاريخية في المنطقة كانت سفينة إيلين أوستن الأمريكية، والتي أبحرت واختفت في 20 يوليو سنة 1860، وادعي أنها عاودت الظهور عدة مرات وهي خالية من الركاب، أو كان على متنها طاقم جديد غير طاقمها الأصلي. إلا أن السجلات الرسمية للسفينة لا تثبت وقوع أي حادثة اختفاء عليها. على مر القرنين العشرين والتاسع عشر، أي خلال 200 سنة الماضية تقريبا، تم تسجيل حوالي 70 حادث اختفاء في منطقة مثلث برمودا. تعود 50 منها لطائرات كانت تحلق جوا، وعشرون لسفن كانت تبحر عبر المحيط. وقد حاول بعض العلماء وضع نظريات بسيطة لتفسير تلك الحوادث، إلا أن النظريات العلمية لا تخرج عن نطاق العوامل الطبيعية مثل عوامل الطقس والأخطاء البشرية وما إلى ذلك. وأما ما عداها فهو أقرب إلى المزاعم وراء الطبيعة التي لا سبيل لإثباتها. تشير تقارير بعض الطيارين الذين حلقوا عبر المثلث سنة 1970 إلى أن بوصلاتهم وأجهزة التتبع المغناطيسي كانت تتعرض لنوع من التشويش أثناء مرورهم من مثلث برمودا. وتشير العديد من القصص الأخرى عن المثلث إلى الظاهرة نفسها، وهي انحراف البوصلة عن مساره الأصلي. وتذهب بعض القصص إلى أن البوصلات كانت تتحول لتشير إلى القطب الشمالي والشمال الحقيقي عوضا عن الشمال المغناطيسي. ولو كان هذا الأمر حقيقيا فقد يفسر انحراف الطائرات والسفن عن مساراتها الصحيحة، إلا أن الدراسات العلمية تثبت عدم صحة هذه النظريات. في المجال المغناطيسي في منطقة برمودا عادي جدا، ولو كانت السفن والطائرات تضل طريقها فيه
فإن السبب هو أخطاء ملاحية بشرية. تميل نظريات أخرى إلى أن مثلث برمودا يخضع للكثير من التقلبات الجوية مقارنة بغيرها، فمن المعتاد أن تضربها عواصف قصيرة عنيفة جدا تتكون بشكل مفاجئ، بحيث لا تعطي دوائر الأرصاد الجوية الفرصة لتحذير الطائرات والسفن من الإقلاع، كما أن فيها الكثير من الدوامات المائية القادرة على تدمير السفن بسهولة نسبيا، كما أن الزلازل شائعة نسبيا في قاع محيط بمثلث برمودا، مما قد يسبب اضطرابات في مياه البحر. وأما تضاريس المنطقة فهي تتمثل بالكثير من الأخاديد العميقة جدا والتي تصل إلى عدة كيلومترات تحت مستوى سطح البحر، مما يجعل استرجاع حطام السفن والطائرات شبه مستحيل. وأخيرا، تشير بعض النظريات إلى أن قراصنة البحر الكاريبي والأطلنطي قد يكونون عاملا في بعض حوادث الاختفاء قديما.